كاران شوفي قلي ليش هيك مبسوط؟ دياليكي أنا عن جد كتير مبسوط اليوم، في حلم كتير كبير بالنسبة لإلي وأنا قدرت حققه. إجاك فيلم؟ أنت معي. شو قصدك؟ يعني أعطيني إيدك. شو؟ هاتي إيدك. طوق زواج؟ إيه طوق زواج. ديا أنا اليوم حطيته بإيدك وبكرة رح حطه على رقبتك، أنت رح تصيري مرتي عن قريب. كاران عن جد عم تحكي؟ ديا أمي اقتنعت أخيرا. كنت عارفانة إنها رح تقتنع، ما في أطيب من قلبها. صح أمي مرة كتير منيحة، يعني قلبها طيب كتير مثلي تماما. شوفي ديام، مثل ما أنا بحبك أمي كمان كتير بتحبك، بس هي ما بتبين هالشي. وإنتي بتعرفي الحادث يلي صار معك. خلص ما مهم، شفتي كيف تنازلت مشان سعادتي؟ بس هلأ دورنا نتنازل. ما فهمت عليك. دي أمي عندها شرط. وشو هالشرط؟ أمي بدها بصراحة، هي معها حق، هي بدها أنه كل هالجلسات بالمحكمة توقف. يعني هي بتقصد أنه نحن الاثنين نتزوج ونبلش حياة جديدة بدون أي مشاكل، بس هذا مستحيل بهالحالة، هالشي مو ممكن يتحقق إذا ما تركتي القضية. كاران انت شو عم تحكي؟ ايه ديا، ليكي بصعوبة اقتنعت امي، كمان نحن من واجبنا نقبل هذا الشرط، خلينا نتزوج باسرع وقت ممكن، بس انتي بكرة بتتنازلي عن هاي القضية. هاي الهدية. شكرا أخي. هاي ديا هون. مرحبا. كيفك ديا؟ أنا منيحة. كيف أنت منيحة؟ بهذا اليوم أكيد مشتاقة لأخوك. ديا لا تزعلي، أنتي رح تربطي رابط الأخوة بنتي، اربطيها لشيكو. إيه بالنهاية هو مثل أخوكي. شو ناطرة ديا؟ روحي. إيه أنا ما معي هدية، خدي هدول. شيكو بنت الحلو لازم تقبليهم مني. شكرا. ديا لسه ما خلصتي، لسه بقيان لك اخ تاني. شو عم تقولي؟ اي اخ؟ ابن هذا البيت، ابنك شوريا. شوريا؟ وشو المشكله؟ لا استني شوي، لأنه شوريا أخي إلي لحالي وما حدا غيري بيربط له ربطة الأخوة. إيشاني إيشاني حبيبتي كلها ربطة. طيب خلاص هي ربطتها على إيد شيكو مو هيك؟ بس ما حدا يقرب لي على أخي. خلاص ستي، ما في غير أختي إلا حق تربط لي هالربطة، أختي الصغيرة وما حدا غيرها بيربطها، صح؟ صح. حلو، كل الموجودين في رابط بينهم، بس قولوا لي شو الرابط اللي بيجمع بين ديا وشوريا؟ مو ضروري كل رابط يكون له اسم، الرابط الأهم
ويلي بيربط كل الناس ببعضها هو الإنسانية. الإنسانية وبس. شو القصة بنتي؟ قلتي لي بدك تحكي لي شي. خالتي وافقت على الزواج بس في عندها شرط. بدها ياني اسحب القضية. الزواج ما بيصير هيك، مو لازم يكون في شروط. وشو هالشرط؟ أنا ما عم بقدر نام بالليل دية، لأنه طول الليل عم ضل فكر كيف بدي أخذ لك حقك، وهلأ بعد ما قربنا من هدفنا أنتي بدك تتراجعي؟ شو عملتي لتحصلي على العدالة؟ آه؟ قررتي تخاطري باسمك وهويتك مشان هاي القضية، وقت البنت بتتعرض للإساءة هي بتكون إهانة لكل المجتمع. كان بدك تكوني قدوة لهالمجتمع، كان بدك تشجعي البنات يلي تعرضوا للإساءة وتكوني قدوة إلهم، ما هيك؟ شو اللي صار هلأ؟ كاران إجا ببساطة وحطلك شرط وإنتي وإنتي قبلتي؟ الظلم وتشويه السمع والإهانات ليش عم بيصيروا معنا يا ترى؟ لأنه نحن كأمهات وبنات وكنعين وإخوات عم نقبل فيها ونسكت. سكوت المرأة عم يخليها تتأذى. عم تتأذى أكتر من لما تطالب بحق بنتي. إذا إنتي بدك تتراجعي فشو مشان كل البنات؟ شو مشان اللي عم يشجعوكي ويدعموكي ويعطوكي أمل؟ كيف تقدري تخذليهم كلهم وتنسحبي؟ فهميني كيف هيك ببساطة بتتراجعي عن شي كان بدك ياه؟ حلو، برافو عليكي، كلامك حلو كتير. بس ليش عم تقولي كل هالحكي؟ ومين انتي لحتى تقرري شو الصح وشو الغلط؟ قديشك أنانية؟ هاي حياتها هي، تركيها تعمل شو ما بدها، خليها تختار اللي بدها يا. عم تجبريها ترفع قضية؟ بعدين استني، شو الغلط بكلام كاران؟ هو معه حق، أي أم بترضى بكنة متورطة بقضية بعد ما تعرضت للإساءة؟ لا، ورح يضلوا الناس يحكوا عليها. شو بدها تضل بالمحاكم؟ بهذا المجتمع نحنا منخاف على سمعة بناتنا وكنايننا وما منعمل مشاكل، بكفي بقى. ستي استني شوي، دي يا أمو لكاران هي اللي حكت معي؟ لا، كاران قال لي. وانت شو قلتي له؟ أنا قلت له إني رح فكر. بس الفكرة إني أعطيت دي وقت محدد للتفكير بهذا الموضوع. انتي؟